من أريزونا ينضم إلينا زياد سنكري رئيس تحرير موقع بيروت أوبزرفر، ومن باريس ينضم إلينا ميشيل أبو النجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس. أبدأ من أريزونا وسيد زياد. سيد زياد، في البداية وقبل الدخول في تفاصيل ما جاء في خطاب بايدن بعد مرور 100 يوم على توليه الرئاسة، كيف تقيم هذا الخطاب برمته؟ حقيقة هو خطاب نوعا ما تاريخي، هو أكثر خطاب أيديولوجي للرئيس ديمقراطي منذ فترات طويلة. هو وضع مجمل الخطاب موجه للداخل الأمريكي، للمواطن الأمريكي. هو وضع طرح رؤية شاملة لزيادة الاستثمار الحكومي لتعزيز الاقتصاد، ووضع أجندة طموحة لإعادة كتابة الميثاق الاجتماعي الأمريكي. الخطاب يريد أن يفتح صفحة جديدة، وضع الأمريكيين أمام امتحان أن هناك أنظمة تراهن على الانقسام الأمريكي، وأن الديمقراطية الأمريكية أمام مفترق طرق. والرسالة إلى العالم وإلى الأمريكيين، على الأمريكيين أن يبعثوها للعالم بأن الديمقراطية فعالة والديمقراطية قادرة على الانتصار. ولكن مجمل الخطاب كان موجها للمواطن الأمريكي المنسي، هذا الذي ذهب خلال 4 سنوات وصوت لترامب اعتقادا منه بأن التصويت لترامب سيؤدي إلى سياسة جديدة خارج المؤسسة التقليدية الأمريكية. هو قام بحقيقة يعني نوعا ما في المجتمع الأمريكي طرح ثوري. هو تحدث عن الرعاية الصحية، عن رعاية الأطفال، عن التعليم المجاني، عن التعليم الجامعي المجاني. في الجانب الاجتماعي الأمريكي هو قفزة نوعية، ولكن لا يمكن لكل هذه الخطط أن تتحقق بدون تلاقي الحزب الجمهوري مع الرئيس بايدن. أتحول إلى باريس وسيد ميشيل. سيد ميشيل، ما بين اللين والحزم كان حديث بايدن حول روسيا، كيف نفهم هذه اللهجة والتي عاد إليها مجددا بايدن، اللهجة الدبلوماسية في الحديث عن روسيا؟ هل جاءت من أجل خلق توازنات أم لأسباب أخرى؟ نعم، بداية واضح أن الرئيس الأمريكي مستعجل جدا. هو يعلم أنه لن يترشح لولاية ثانية، وبالتالي عليه أن يسير بسرعة. هذه ملاحظة إجمالية لنقل. فيما خص العلاقة مع روسيا، واضح أن الرئيس الأمريكي اليوم يريد انتهاج خط مغير تماما للخط الذي انتهجه الرئيس الأمريكي السابق بالنسبة لروسيا وبالنسبة للعلاقة مع الرئيس بوتين. نذكر هنا بأن الرئيس السابق أكثر من مرة غض النظر عما فعلته، أو يقال أن روسيا فعلته، إن على صعيد الهجمات السيبرانية، تدخل في الانتخابات الأمريكية ومسائل أخرى، في قضايا أقليمية مختلفة ومتعددة في الشرق الأوسط وغير الشرق الأوسط، في أوكرانيا مثلا، في ضم جزيرة القرم. كل هذه المسائل أبدى الرئيس السابق نوعا من الليونة لبل المرونة في التعامل مع الرئيس الروسي الذي اجتمع معه في العام 2018. ونذكر هنا وقتها بأن المسؤولين الأمريكيين والصحافة الأمريكية كلها نددوا بالطريقة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي وبما رأوه من تنازلات إزاء بوتين. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، اليوم الرئيس الأمريكي يريد أمرين. الأمر الأول الذي يريده هو إبداء الحسم والحزم بإزاء روسيا، حيث المشاكل متعددة معها، ليس فقط بالنسبة لمسألة حقوق الإنسان والسيد نافالني، ولكن بالمسائل أكثر أهمية، المسائل الاستراتيجية. لأن اليوم التقييم الأمريكي لروسيا أن روسيا قادمة على سياسات أكثر عدائية وأكثر هجومية مما كانت عليه الأمور في السابق. نذكر هنا أيضا بأن واشنطن عادت لتذكر بأن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 هي أرض أوكرانية. نذكر هنا بال التأكيد على سلامة الأراضي الأوكرانية وغير ذلك. إذا اليوم هناك رغبة في إبراز التشدد، ولكن وأريد أن أشدد على النقطة لو سمحتي، ولكن الرئيس بايدن لا يريد الانقطاع عن الرئيس الروسي.
صحيح أنه اتهمه بأنه قاتل، صحيح اتهم السياسة الروسية بأنها متهورة، ولكنه اقترح عقد قمة الصيف القادم، وبحسب المعلومات المتوافرة ربما ستحصل القمة في 15 و16 من شهر يونيو حزيران، والأرجح في فنلندا كما في القمة السابقة الأمريكية الروسية. إذا اليوم هناك رغبة أمريكية روسية في التعاون مع الرئيس بوتين في شأن مسائل تخص التسلح، نزع السلاح النووي، الخلافات. قبل أن نصل إلى هذه النقطة أتحول إلى سيد زياد. سيد زياد، هل برأيك تغيرت أولويات الرئيس الأمريكي من خلال هذا الخطاب؟ هل يمكن أن نحدد مهام رئيسية أخرى ظهرت من خلال خطاب بايدن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية وليس الداخل الأمريكي؟ اللافت في الخطاب هو التركيز على الخطر الصيني المحدق للولايات المتحدة الأمريكية. بالرغم من أهمية الدور الروسي، ولكن في المدى القريب هناك جبهة إجماع أمريكي أن الخطر المحدق للولايات المتحدة والخطر الأساسي هو الخطر الصيني. هناك تمدد اقتصادي واسع للصين في مناطق نفوذ الولايات المتحدة، إذا أخذنا ومنطقة الشرق الأوسط أحدها. نحن أمام نظرتين للعالم، رؤيتين أيديولوجيتين مختلفتين لا تتقاسمان أي شيء في المدى المنظور، ولا يوجد أي مخرج مشترك لتنظيم العولمة أو إعادة تشكيل النظام الدولي. المشكل الأساسي للولايات المتحدة أنه خلال عام 2020 وخلال خضم جائحة كورونا بقي الاقتصاد الصيني يتعافى ويسجل نموا، وباقي الاقتصادات الدولية الكبرى تغرق في الانكماش. التداعيات الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا رجحت كفة الصين في المنافسة الدولية، وهناك تقرير اقتصادي أن الصين ستصبح أكبر اقتصاد عالمي في حلول 2028 متفوقة من ذلك على الاقتصاد الأمريكي، وذلك قبل 5 سنوات مما كان متوقعا سابقا. التركيز في المدى المنظور هو بالحد من الحد من النفوذ الصيني ومن حد من التوسع الصيني. الصين تقوم بسياسة توسع، ولكن الخوف الأكبر للولايات المتحدة من حصول أي تناغم روسي صيني في المدى المنظور، وهم يشكل طيب. هذا فيما يتعلق بالصين وروسيا. أتحول مرة أخرى إلى سيد ميشيل. سيد ميشيل، التهديد الإيراني كان له حظ في هذا الخطاب، كيف تجد التوجهات الأمريكية تجاه الملف الإيراني وحتى الاتفاق النووي بهذه المعطيات الجديدة وبخطاب بايدن؟ وهل برأيك سيقف الأمر عند حد التصريحات والخطابات أم سنشاهد تحركات فعلية؟ نعم، بداية اسمح لي أن أضيف شيئا لما قاله زميلي من واشنطن بالنسبة لموضوع الصين، وهو أن الصين ليست فقط منافسا اقتصاديا ولكنها منافس شامل، لو جاد هذا التعبير، أكان على الصعيد الفضائي، أكان على الصعيد العلمي، على الصعيد الطبي، على الصعيد العسكري، على الصعيد التجاري، نذكر هنا بطرق الحرير، بالحزام وغير ذلك. وبالتالي فإذا كانت روسيا هي منافس عسكري لكن الصين هي المنافس الرئيس، هذه ملاحظة عابرة. طيب. فيما يتعلق بإيران. إيران. نعم. فيما خص إيران، نذكر هنا بما قاله، بما وعد به الرئيس بايدن عندما كان مرشحا. أكد أكثر من مرة أنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي، لأنه يعتبر أن ترك إيران هكذا كما فعل الرئيس، يعني خروج أمريكا من الاتفاق كما فعل الرئيس ترامب، هذا سيفتح الباب أمام إيران لتصبح قوة نووية، وهو لا يريد ذلك أبدا. هذه ملاحظة أولى. لكن لو نظرنا إلى ما هو حاصل، يعني لم تعد الأمور متوقفة عند التصريحات، هناك جولات تفاوض غير مباشر في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، ويعني اليوم يبدو لنا الموقف الأمريكي أكثر وضوحا مما كان عليه قبل 4 أو 5 أسابيع. اليوم واشنطن كما يبدو لنا اليوم واشنطن تخلت عن عدة اعتبارات كانت قد أكدت على أنها رئيسية. مثلا كانت واشنطن تقول إنها لن ترفع العقوبات إلا بعد أن تعود إيران إلى التزاماتها الكاملة،
والحال اليوم في فيينا كما أصبح نعم، ولكنها واضحا. فعلا قدمت تنازلات أمام إيران. شكرا جزيلا سيد ميشيل أبو نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، كنت معنا من باريس. سيد زياد سنكري، رئيس تحرير موقع بيروت أوبزرفر، كنت معنا من أريزونا. شكرا جزيلا لكما.